السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. طبعا هذا اللايف هو عبارة عن المحاضرة الثانية من الكورس المجاني كيف تبدأ بزنس ناجح وفقا لمبادئ وتحركات السوق الأزرق. وبتمنى إن شاء الله هذه المحاضرة الثانية اللي طبعا ما تابع المحاضرة الأولى أو الجزء الأول يحاول يتابع الجزء الأول في الكورس المجاني، اللي هي طبعا كانت هذه المحاضرة في الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي. اللي ما تابعها من الضروري إنه يشاهد المحاضرة الأولى فليذهب إليها، وإحنا بنتشرف في كل من ينضم إلينا أو له تعليق أو له تعقيب، يعني إن شاء الله تستفيدوا من هذه المحاضرة. بداية طبعا أنا الإخوة على قناة التليجرام، أنا حأكون لايف أيضا على قناة السوشيال ميديا انستغرام يا جماعة يوسف 10 minutes. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ممكن على الخاص يا حسيب، أهلا وسهلا بك، يعني فيش مشكلة. طيب أنا برضو أعتذر للإخوة الموجودون أيضا على قناة تليجرام لأنه لم أبدأ على الوقت المحدد 8:30، فكان معي ظرف طارئ فتأخرت قليلا، ولكن خليني أنا أبدأ بهذه المحاضرة الآن وبشكل سريع. طبعا كل من يتابعني يا جماعة يحاول يفتح السلايدات، هذه السلايدز هي موجودة. وعليكم السلام يا ون جيكي، اهلا وسهلا بك. طبعا يا جماعه ضروري تفتحوا السلايدات معنا وتتابعوا. احنا تقريبا وقفنا في المحاضره الماضيه، اتكلمنا طبعا من يتابعنا على الانستغرام حيستغرب انه احنا في المحاضره الثانيه، ولكن احنا حابين ايضا يستفيدوا. طبعا المحاضرة الثانية يا أمين احنا إن شاء الله المادة التدريبية حنرفعها بشكل كامل على الهايلايت الخاص بحساباتنا، وأيضا على المحاضرة موجودة يا جماعة على قناة اليوتيوب، المحاضرة الأولى موجودة على قناة اليوتيوب. تمام، المحاضرة موجودة بشكل كامل على قناة اليوتيوب، حيكون موجود نصها بشكل كامل، المادة التدريبية والمحاضرة أيضا موجودة على قناة اليوتيوب 10 minutes. طيب الآن يعني المهتمين بالبزنس يعني والمهتمين بريادة الأعمال يعني أكيد سمعوا بموضوع السوق الأزرق، السوق الأزرق وحلاوة السوق الأزرق، وإنه بيدفعك نحو 10 minutes، اسمها يا أخ أمين 10 minutes يوسف، تمام؟ موجودة حتلاقيها يعني في الرابط في البايو، رابط في البايو في الحساب. أول انتهينا احنا عند أهم مبدأ للسوق الأزرق. طبعا ومن يتابعني أنا بتكلم عن موضوع السوق الأزرق وكيف إنه أنت تعمل نموذج مبتكر يقدم قيمة رائعة، وأيضا تحاول من خلال أن تبحر في مساحة جديدة وفي سوق أزرق جديد خاص بك بمنتج مبتكر فريد رائع. طبعا انت هيك بتبتعد فيه عن المنافسين اللي موجودين وين ما زالوا في السوق الاحمر. واحنا بنحكي دائما انه انت يعني حاول انه اليوم تفكر خارج الصندوق، ما بينفع انه انت تضل في داخل الصندوق اللي انت موجود فيه. انت عشان تبحر في السوق ازرق يجب عليك ان تدرك اليوم، واليوم يعني وبعد هذه المحاضرة مباشرة، انه اليوم لازم تبحر في سوق ازرق جديد لوحدك. طيب الآن خليني أنا أبدأ من السلايد اللي أنا انتهيت منها. واللي عنده يا جماعة سؤال أو مشاركة أنا على سداد يعني أستقبل الأسئلة. يعني أهم مبدأ في السوق الأزرق، ما هو أهم مبدأ في السوق الأزرق؟ وهذه يا جماعة لمن يعمل ببزنس مهم جدا له أنه يتعرف على هذا المبدأ، حتى لو أنه ما بده يعرف الكورس كله يا جماعة، لكن ضروري يعرف هذا المبدأ يعني المهم جدا في أي بزنس خاص بك، وهو عنوان المحاضرة يا بيان تتكلم عن كيف تبدأ بزنس ناجح وفقا لتحركات ومبادئ السوق الأزرق.
تمام؟ لو انت مهتم بالبزنس، بانشاء يعني فكره بزنس خاص بك، بمشروعك، شركتك، يجب عليك ان تتابع هذه المحاضره وتقرا الماده التدريبيه المجانيه اللي هي موجوده على قناتي، وعلى الهايلايت برضو حتلاقيها، مهم جدا انه تقرا. طيب انا اشوف يعني الاستاذ فايز عيسى يعني رفع يده يا جماعه. في تقطيش وصوت. طب اشكرك يا استاذ فايز، انا بدي احاول اعالج الصوت الان. يعني بتمنى هيك الصوت يكون واضح يا استاذ عيسى. انا حاولت اقرب المايك اكثر ل يعني لمنطقه التكلم يعني من الفم، تمام؟ بتمنى هيك يكون الصوت اوضح يا استاذ فايز. استاذ فايز احنا عملنا لك شهاده شكر طبعا كمشارك يعني مميز ومتفاعل لدينا على في المحاضرات، فان شاء الله حنشاركها في السوشيال ميديا الخاصه بنا. طيب والله يا يوسف بيسال سؤال، هل يمكن بدا دروب شيبينج دون راس مال ام لا؟ والله شوف انت ممكن تبدا دروب شيبينج يعني، لكن ما بينفع بدون راس مال. يعني كيف بدك تبدا؟ يعني هو الدروب شيبينج يعني بيحتاج انه انت تعمل موقع، بيحتاج انه انت تعمل مثلا بعض المنتجات، ممكن تشتري منتجات، ممكن مثلا تجيب منتجات مواقع ثانيه، يعني قصدي بدك لو تكلفه مبدئيه يعني بسيطه على الاقل انه انت تبدا فيها. يعني ما بينفع انه انت تبدا يعني بدون راس مال. مصطلح بدون راس مال يا جماعه انا اكره هذا المصطلح، لانه ما في حاجه بدون راس مال، تمام؟ ما في حاجه بدون راس مال يعني للاسف. هذه كذبه يا جماعه، يعني صدقوني صدقوني، يعني لو بدك تعمل اعلان بسيط، لو بدك تعمل برمجه لموقع، لو بدك تستعين بخبير يعمل لك بعض التصميمات، لو بدك والخير، صدقني بدك على الاقل من 100 دولار ل 1000 دولار. فيش حاجه اسمها يا جماعه بدون راس مال، تمام؟ لازم يكون يعني معك على الاقل لو 200 300 دولار تبدا منها على الاقل، اوكي؟ فبالتالي انا بنصح يا صديقي يعني ابدا يعني اذا ما معك مثلا تعمل موقع، ما هو انت بدك تعمل دروب شيبينج، بدك تعمل موقع محترم ومرتب ومنتجات مرتبه وكذا، تعمل دعايه وتسويق، وفي منافسين كثر اليوم، ما بينفع انه انت تبدا يعني وانت ضعيف جدا، هذه صعب يا اخي. لكن اذا انت فعلا ما معك فلوس نهائيا، حاول تبدا باشياء مجانيه في البدايه صديقي، يعني الحسابات المجانية اللي على الفيسبوك، على الانستغرام مثلا، على المنصات اللي بتسمح لك بعمل متاجر بأسعار منخفضة وهكذا، تمام؟ لكن أنا بحكي لو كل ما كان في يعني رأس مال لو بسيط، يعني أنا بحكي من 100 دولار ل 200 دولار أو 300، فأنت كويس يعني، هذه بداية جيدة بتكون يعني. طيب خليني أكمل يا جماعة. إذا أهم مبدأ في السوق الأزرق أنا بتكلم عنه هو إعادة بناء حدود السوق. يعني أنا كيف أعيد بناء حدود السوق؟ أنا بحكي عن موضوع أنه اليوم أنت موجود في سوق، للأسف النظرة التقليدية أنه أنت اليوم متمرس يعني ومتمكن في السوق التقليدية اللي أنت موجود فيها. لا يا أخي، اليوم أنت حتى لو صاحب بزنس وحتى لو بزنس ناجح، اليوم لازم أنت يعني تخرج برا المنطقة اللي انت موجود فيها، يعني تحاول تذهب الى سوق يا جماعه اخرى، تشوف شو الميزات التنافسيه، تشوف العناصر التنافسيه، تشوف شو موجود لديهم، تمام؟ وتنقله لمين؟ لمنحناك التنافسي، وحتى تعمل انت منحنى فريد ومتميز. لازم تخرج برا المنطقه اللي انت موجود، فكر خارج الصندوق، تمام يا جماعه؟ اليوم للاسف السوق التقليدي كثير من الناس يعني مشاريعهم ناجحه، افكارهم ناجحه، لكن للاسف يعيش 20 و30 سنه وما بفكر انه هو يفكر خارج صندوق، يعني مثلا يجيب افكار من برا، يروح لصناعه خارجيه، ياخذ منها بعض الافكار التنافسيه، العناصر التنافسيه، وهذه هي اساس ومبدا السوق الازرق والمبدا اللي انت لازم تشتغل المحنة التنافسي. طبعا انا بدي انوه لنقطه، اللي بحب يا جماعه يستزيد من هذه المبادئ، في طبعا للسوق الازرق 6 مبادئ، طبعا انا حتكلم عن كانت عن اهم مبدا، انه انت لازم تنظر الى الصناعه البديله، تمام؟ اليوم اذا انت حابب تستزيد اكثر من المبادئ الاخرى، ممكن يعني تقتني الكتاب اللي هو كيف تبدا بزنس ناجح وفقا لمبادئ وتحرك السوق الازرق، موجود على الموقع. حاول تقتني هذا الكتاب، فيه استراتيجيات رائعه وحنتكلم عنها الان، ليش انا بدعوك لاقتناء هذا الكتاب. طبعا موجود يا جماعة الكتاب على موقعي بسعر رمزي، في تفاصيل أكثر، في بضرب أنا أمثلة عملية أكثر،
في ايضا بتكلم عن قصص وتجارب لشركات نجاح عالميه، بالاضافه الى بعض الاسئله اللي هي بتخاطبك انت كصاحب مشروع او كمبتدئ للمشروع او لفكره مشروع، كيف انه تبدا المشروع. الاسئله هذه بتثير انتباهك وتثير عقلك لبعض النواحي والافكار اللي انت يعني لم تلتفت اليها. فبالتالي مهم جدا اقتناء هذا الكتاب، كتاب رائع بسيط باسلوب بسيط، حيساعدك بشكل كبير تفكر خارج الصندوق وانه انت تبدا بزنس ناجح ان شاء الله يعني من الالف الى الياء بطريقه ابداعيه، خصوصا انه انت بتبدا لسه بزنس جديد. انا وضعت فيه خبرات عمليه كثير يا جماعه من تجارب سابقة لبعض الشركات اللي نجحت في تبني السوق الأزرق. فبتمنى أنه إن شاء الله هذا الكتاب يعجبكم، موجود هو على موقعي وبشكل رمزي. طبعا أنا بتكلم يا وليد عن موضوع السوق الأزرق، كيف جزء من المحاضرة الثانية من كيف تبدأ بزنس ناجح ووفقا لما بدأ تحرك السوق الأزرق. وطبعا في عنا سياسة إرجاع، يعني إحنا اللي بيقتني أحد منتجاتنا، تمام، اللي بيقتني أحد المنتجات سواء رقمية أو يعني مكتوبة ككورس رقمي أو كورس يعني على شكل كتاب، إحنا في عنا سياسة إرجاع. اللي ما بيعجبه هذا الكتاب أو أسلوبه أو محتوى، إحنا أيضا بصدد إنه إرجاع المال اللي هو شرى فيه هذا الكتاب، تمام. وهذا طبعا احنا يعني حريصين انه يكون في عندنا مصداقيه وايضا امانه ونزاهه وشفافيه عاليه في هذه الامور او في سياسه الارجاع. طبعا يعني الاخوه في التليجرام مش موجودين بشكل كبير لانه احنا بصراحه كان في تاخر عن موعد المحاضره، فانا بتاسف لهم بشكل كبير ايضا. طيب الان انا خليني امشي في موضوع المحاضره. بنتكلم برأيك يعني ما هو معيار البزنس الناجح؟ لو يعني ايضا الاخوة الموجودين على الانستغرام ممكن يتفاعلوا معنا ايضا على التليجرام. ما هو البزنس الناجح؟ شو نظرتك للبزنس الناجح؟ كيف تحكم على هذا البزنس او على هذه الفكرة انه هي بزنس ناجح؟ من يجيب معنا؟ يلا بدنا تفاعلكم. برأيك ما هي معايير أو مؤشرات البزنس الناجح؟ يعني أنت بتقول عن هذا البزنس إنه هو ناجح، ما هو الشرط؟ تفضل أستاذ فايز، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل. ممتاز جدا، رائع رائع، حلو يا أستاذ فايز، أشكرك على هذه المداخلة. الأستاذ فايز يعني من يشاركون معنا في على 10 minutes يوسف، بيحكي الأستاذ فايز إنه البزنس الناجح هو اللي بوفر لك إيراد يعني مستديم، وأيضا وأنت حتى نائم يعني وأنت نائم يعني بمعنى كلامه بوفر لك أيضا فلوس بدون يعني ما تعمل، وهذا هو أساس يعني مبدأ الحرية المالية يا جماعة. مبدأ مهم كثير، أشكرك يا أستاذ فايز على هذه المشاركة. طيب خليني أنزل للسلايد اللي بعدها اللي بتوضح كيف أنا بدي أحكم على هذا البزنس إنه هو ناجح يا جماعة. أول شغلة خلينا نحكي إنه في ثلاثة معايير أنا بنظري كيوسف وباجتهادي، ثلاثة معايير بتشكل على شكل مثلث، وهذه بتحكم على البزنس هل هو ناجح أم لا وهل هو قابل للنجاح أيضا كمان، تمام. أول شيء يجب أن يكون لدى هذا البزنس حل لمين؟ لمشكلة معينة. يعني أنت فكرتك، فكرة مشروعك لازم تقوم بحل مشكلة معينة يعاني منها بعض الناس أو كثير من الناس، تمام. ممكن هو يعني يعالج الألم النفسي أو هو ممكن يشتغل على العاطفة لدى مين؟ لدى هؤلاء الناس. فبالتالي قديش أنا في إمكاني أحل أساعد هؤلاء الناس في حل مشكلة معينة، وقديش أنا ممكن ألبي لهم احتياج يعني ممكن على العاطفة على الألم أشتغل. فبالتالي هذا مهم جدا لطبعا أحد مؤشرات نجاح البزنس. طيب عندك أيضا
الجمهور. مشكلة كبيرة لو أنت بدك تعمل بزنس وما عندك جمهور، ما عندك جمهور أنه يستهلك أو مثلا يشتري منك هذا المنتج، هذه أيضا مشكلة. لازم يكون عندك جمهور يعني يشتري منك هذا المنتج أو هذه الخدمة، أو يستهلك منك من المعرفة أو الفكر أو الكورس أو المنتج أو أي شيء سواء أنت بتسوي. لازم يكون عندك جمهور انه هو يشتري منك او يعني بيستهلك منتجك او يعني يحتاج خدمتك، تمام؟ هذه مهمة جدا. طيب انا هل في سؤال من احد الاخوة؟ ما اعرف، ممكن واحد رفع، شخص رفع يده، لا اعرف. طيب فبالتالي يعني هذه مهمة جدا. لمين؟ هذه مهمة جدا يعني لمن يريد أن يبدأ بزنس، إنه يكون عندك جمهور. بدون جمهور لن تنجح. طب لو أنا ما عندي جمهور، حاول تعمل على بناء جمهور، أوكي؟ يعني ممكن من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلانات الممولة، من خلال المحاضرات، من خلال الكورسات المجانية، من خلال خدماتك اللي أنت بتقدمها. ابني جمهور لديك، مهم جدا يا جماعة يكون عندك جمهور وتبني جمهور. طبعا هتقول لي هل هذا الجمهور اللي انا بدي ابنيه لازم هو يشتري مني؟ لا، مش شرط، ومش يعني ليس بالتحديد يعني انت، لكن هو بكون يعني جمهور ممكن انت تعتمد عليه. طبعا شخص الاستاذ وليد بيسال ما هو السوق الازرق. السوق الازرق يا صديقي وليد هو عباره عن الصناعات والخدمات او الصناعات او المنتجات التي يعني لم نعرفها حتى هذه اللحظة. يعني أنت مثلا بدك منتج معين، ممكن مثلا شركة مثلا جوجل أو أبل توفر لك منتج معين جديد أنت ما سمعت فيه قبل هيك، هذا بنسميه مثلا بحار في سوق أزرق، تمام؟ يعني عبارة عن المساحات أو المناطق النائية أو المناطق البكر أو الفتية أو المنتجات نسميها الجديدة بشكل عام التي لم يتطرق إليها المنافسون. يعني أنت بتكون السباق الأول أو المتحرك الأول لمين؟ لإنتاج مثل هذه المنتجات أو هذه الخدمات. هذا باختصار مفهوم السوق الأزرق، وبيعتمد طبعا على الابتكار، الابتكار منتجات جديدة أو أفكار جديدة، تمام؟ طيب حكينا عن ثاني عنصر، إذا قلنا الحاجة يا جماعة أنك تلبي حاجة، اثنين الجمهور، والنقطة الثانية هي المهارة أو الخبرة، أن يكون عندك مهارة وخبرة. يعني في واحد بيقول لك أنه طب أنا يمكن ما عندي مهارة بشكل كبير، يخلي لو عندك مهارة بشكل 50% 40% 30% 60%، لكن اشتغل مهارة وطورها. حتى لو ما عندك، يعني في بيقول لك بس أنا بدي أفتح بزنس ما عندي مهارة نهائيا أو خبرة في هذا الموضوع، لا، أنا بحكي لك حاول تتعلم، حاول. ما بينفع أنه أنت تؤسس وتنشئ بزنس بدون ما يكون عندك لو خبرة أو معرفة يعني بسيطة في هذا البزنس، تمام؟ الشغف والحب مهم جدا. أي بزنس يا جماعة، يعني أنا بنصح من الأشياء اللي تقوي نجاح هذا البزنس الشغف والحب. إذا كان عندك شغف وحب لهذه الفكرة، يعني أنت حتعيش من أجلها ليل نهار، حتسهر الليالي، حتشتغل حساب أوقاتك على حساب يعني شغلات كثيرة، تمام؟ إذا كان عندك شغف. وحتى يعني أحد الأشخاص الناجحين بيتكلم يا جماعة، بيقول أنا لا يمكن أن أعمل في عمل إلا وهناك شغف كبير في هذا العمل. يعني بيحكي لي أنا لو ما عندي شغف في هذا العمل ما بشتغل فيه. شوفوا كيف، لدرجة يعني هذا الرجل يقيس بمنظور واحد، إنه لو ما عنده شغف في مشروعه أو في فكرته لا يقبل إنه أن يعمل في هذه الفكرة. شوفوا كيف، لدرجة وين هذا الشخص. لكن احنا خلينا نقول منطقيين نوعا ما، بنحاول انه نجمع بعض المعايير والمؤشرات. وعليكم السلام يا زينب، اهلا وسهلا بك. بنجمع بعض المعايير والمؤشرات يا جماعه المنطقيه واللوجيك اللي بيحكي عنها البزنس، وبنحاول انه احنا نحط لك اياها في مثلث وتلتزم به. اذا ثلاثه عناصر مهمه جدا لازم تعرف انه مهمين عشان تاسس بزنس، وهي الحاجه، الجمهور، وايضا يكون عندك شغف بها او حب بها. العنصر الثالث يكون عندك نوع من الخبرة أو المهارة في هذه الفكرة أو في فكرة مشروع، تمام؟ طيب خليني أنا الآن أتكلم عن قانون البزنس بشكل سريع. في عندنا يا جماعة قانون البزنس، ما هو؟ أنه في عندك لازم يكون عندك إما شغف أو هواية أو هدف
أو ميول أو تخصص، وتقوم بحل مشكلة معينة أو تلبي حاجة معينة من خلال هذا اللي هو مين فكرة المشروع. يعني أنت عشان تشتغل فكرة بزنس من الآخر أو مشروع أو حتى مهارة أو حرفة أو أي شيء، بحكي لك لازم يكون عندك هذه المعايير، أنه يكون إما شغف أو ميول أو تخصص أو هدف أو ميول أو أي شيء، بحيث أنه هذا تترجم الكلام يا جماعة إلى فكرة بزنس، تمام؟ طيب نضرب مثال، يعني واحد بحكي لي أنا عندي هواية في موضوع الرسم، تمام؟ وكل يوم برسم، بحب أرسم الوجوه وبحب كذا. طب يا أخي أنت استثمر هذا الكلام بمهارة معينة، أوكي؟ مهم جدا أنه أنت تستثمر هذا الكلام بمهارة أو تحول هذه الهواية إلى فكرة مشروع. طيب واحد تاني بقول لي أنا والله دارس تخصص محاسبة، طيب يا أخي ترجم التخصص هذا الخاص بك إلى مين؟ إلى فكرة مشروع، أنه أنت مثلا تقدم خدمات محاسبية، تمام؟ هذا مهم، إذا ما تترك أي جانب أو أي زاوية أو أي ثغرة إلا أنه تنتبه إليه، تحاول تحولها إلى مشروع أو فكرة أو ما إلى ذلك. طيب خليني الآن، أهلا وسهلا بك يا وليد، شو قصدك يا وليد؟ أنا بعد ذلك بتيجي مرحلة فحص البزنس. واي؟ لماذا أنت سوف تنشئ هذا البزنس؟ لماذا هذه الفكرة دونا عن غيرها؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. طيب يا زينب ممتاز، يعني يعني ابدأ الآن حول يا زينب هذا الموضوع، الهواية أو هذا الحب، إلى يعني فكرة مشروع، تمام؟ هذا مهم جدا. لماذا يجب علي أن أنشئ هذه الفكرة؟ لماذا هذه الفكرة دون غيرها؟ ليش أنا بدي أقوم بتأسيس هذا البزنس؟ طب وش معنى ما هذا البزنس؟ يعني لماذا هذا دون عن غيره؟ وليش أنا اخترت هذه الفكرة؟ وشو يعني ممكن النجاح اللي يشوب هذه الفكرة؟ هذه الأسئلة اطرحها على نفسك قبل، لكن خليني أنا بدي أعطيك بعض النقاط المهمة جدا اللي أنت يعني تحاول تعمل تيستينج لهذا البزنس. كيف؟ بحكي لك أول شيء لازم تعمل ماركت ريسيرش. كيف ماركت ريسيرش؟ أنه أنت تنزل برجلك على السوق المحلي أو على السوق العالمي أو على السوق الموجود في منطقتك يا صديقي، تمام؟ انزل على المحلات، انزل على الشركات، انزل على أصحاب الجملة اللي بيعوا بالمفرق، وشوف المنتجات اللي بتنباع اللي أنت بدك تبيعها يا صديقي. أو حتى ممكن تذهب إلى مين؟ لو أنت مهارة، اذهب إلى أصحاب، إلى أشطر الناس في هذه المهارة، اسألهم كيف الديزاين، كيف الفوتوغرافي، كيف انه التصميمات، هل له سوق ما له سوق، طب وين المنصات اللي انا ممكن اشتغل عليها، طب كيف اتعلم ديزاين، طب كيف واو والى اخره، اوكي. هذه انا حتى على مستوى يا جماعه المشروع التقليدي او على مستوى الحرفي، حرفيات يعني الحرف، او حتى على المهارات العاديه، تمام، لازم تنزل الى اصحاب السوق، الى اصحاب يعني الناس الليدرز في هذا المجال، وتسالهم عن المنتج، هل هذا المنتج في ناس بتحتاجه؟ طب هل هناك مشكلة؟ طب أنا شو أعمل؟ طب أنا كيف هذا المنتج لو بدي أبدأ به؟ لو أنا كذا، لو أنا كذا، لو أنا كذا. مهم جدا يا جماعة أنه اليوم أنا أنزل وأعمل أبحاث على المنتج اللي أنا بدي أشتغل عليه أو على الحرفة، تمام؟ لازم أتعرف على مشاكلها، أتعرف على الليدرز تبعينها، أتعرف على زبائنها، شو المشاكل بواجه الزبائن، طب كيف أنا بدي أبدأ أحل هذه المشكلة، طب هل هناك مشكلة فعلية، يمكن ما يكونش مشكلة فعلية. بالتالي هذه الأسئلة مهمة جدا لكي أبدأ الفكرة اللي أنا بدي أبدأها. إحنا إيش يا جماعة من الكلام؟ لأنه هذا بيسهل عليك حاجات كثيرة، أنه أنت تتورط في تكاليف، تتورط في دراسات، تتورط في فتح مشروع، تتورط في أمور كثيرة قد تكلفك أثمان باهظة وانت بغنى عنها. مجرد أن نزولك إلى السوق يكشف لك خبايا ومشاكل كثيرة لهذا المنتج أو لهذه الخدمة، وبالتالي أنت ممكن هيك تتراجع عن هذا المشروع أو فكرة هذا المشروع، تمام؟ هذا طبعا بشكل مختصر الماركت ريسيرش. يا جماعة ماركت ريسيرش يعني هناك شركات تضخ آلاف وملايين الدولارات من أجل عمل دراسة في الماركت ريسيرش لمنتجاتها، مهم جدا هذا الكلام أنا بحكي باختصار. الشغل النقطة الثانية، لازم تعمل رود ماب، يعني لازم تعمل دليل لك يوضح لك ثنايا وخفايا وتفاصيل
البزنس خاص بك. يعني اضرب مثال، تعمل مثلا خطه عمل، تعمل بزنس موديل، تعمل مثلا فيزيبيليتي ستدي، تمام، وثيقه مبدئيه على الاقل لدراسه جدوى توضح لك تفاصيل المشروع كامله. ما هو مشروعك؟ ما هي فكرته؟ كيف ستنفذه؟ ما هي الانشطه اللازمه؟ ما هي مثلا الجانب الانتاجي، الجانب الفني، التكنيكال، شو هي مواصفاتها؟ الهيومن ريسورس بدهم يشتغلوا معك، العمليه التشغيليه و و و و الى اخره. هذه الامور يا جماعه تتضح لك في خطه العمل. طب ايش الفائده منها؟ انا بتكون عندي كل الديتيلز واضح امامي امام عينين قبل ان ابدا مشروعي. وهذه هي حلاوه نجاح الافكار، انه انت من خلال الرود ماب تبعتك وضحت كل الديتيلز تبعت الخاصه بمشروعك، فبالتالي انت اليوم بتكون يعني خلينا نقول نسبه نجاحك لو انت بدك تنفذ مشروعك اعلى من غيرك، ونسبه انه انت تفشل يعني ما في فشل، لانه انت عرفت انه هذه الخطه وتفاصيلها وتعرفت على المنتج والخدمه او تفاصيلها، فبالتالي انت الان يعني مو بحاجه انه انت يعني تخوض في غمار هذا المشروع، تمام؟ اتمنى تكون هذه الفكره واضحه يعني وجليه لكم. بالنسبه للرود ماب، الفند مهم جدا انه ايضا تعرف من وين بدك تمول هذا المشروع. هل انت بدون راس مال حتبدا؟ وانا بحكي هذه يعني امورها صعبه شويه انه انت تبدا بدون راس مال، يعني على الاقل لو معك 100 دولار يا اخي، 200 دولار مثلا، يعني ابدا من حاجات بسيطه، تمام؟ لانه في كثير للاسف بيحكي لك انه انا بدي ابدا بدون راس مال، يا اخي صعب انك تبدا اليوم بدون راس مال في اي بزنس، صعب جدا. حاول توفر 100 دولار يا اخي وابدا منها، تمام؟ طيب في ناس طبعا بتبدا بدون لكن بتتعب كثير 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 يا جماعه، بتبدا يعني تعب شديد عليها، تمام؟ هذا طبعا انواع التمويل، ممكن يكون عندك تمويل ذاتي، ممكن يكون عندك تمويل من الشركات، شركات التأجير التمويلي، ممكن يكون عندك صناديق اقتراضية، شركات تأجير تمويلي، ممكن عندك من البنوك، ممكن صناديق استثمارية، واتيفر كان المصدر. في مصادر كثيرة يا جماعة، يجب عليك أن تحدد المصدر الأنسب والملائم لفكرة مشروعك، هذا مهم جدا يعني بصراحة، لازم أنه أنت يعني تبدأ الفكرة، تمام، وتعرف من وين بدك تمولها، هذا مهم كثير جدا يعني للناس اللي هي بدها تبحث عن يعني تمويل لافكارها. طبعا هذا الموضوع الفند لوحده موضوع طويل وفي تفاصيل كثيره، ولكن انا يعني بختصر هذا الموضوع بنقاط. اللوكيشن مهم جدا، موقع مشروعك هذا مهم كثير كثير يا جماعه. اذا ما اخترت ودرست الموقع الانسب والامثل لمشروعك، للاسف ممكن انت يكون هذا الموقع او مكان المشروع هو احد اسباب فشل المشروع اللي انت بدك يعني تبدا تؤسس به. هذه مهمه جدا. كيف يعني ادرس الموقع؟ الموقع الجغرافي مثلا، هل هو في موقع في ازدحام سكاني ولا في قله سكانيه؟ هل هو في موقع استراتيجي؟ هل هو على الطريق ام هو داخل المدينه او هو وراء خارج المدينه؟ هذه الامور يا جماعه مهمه، بتلعب اشياء يعني بتلعب يعني انا اقول دور رئيسي في نجاح البزنس الخاص بك، تمام؟ طيب نشوف الليجال ستراكشر، الاطار القانوني. مهم جدا ايضا تدرس الاطار القانوني الخاص بك. انت لو ما درست الاطار القانوني، تمام، هذه مشكله كبيره، لانه يا جماعه القانون في بلدك بيختلف عن القانون في بلد اخرى، القانون في منطقة مثلا معينة يختلف عن منطقة أخرى وهكذا. يعني المنطقة اللي أنت موجود فيها بتختلف مميزاتها، مثلا ممكن يكون عندك والله هذه المنطقة لا تشجع المشاريع الزراعية أو المنتجات الزراعية، أو مثلا في هناك بعض الشروط على أو التقييدات على المشاريع وهكذا. بدك تعرف هل القانون بيسمح لك أنه أنت تنتج هذا المنتج او تقدم هذه الخدمه، اوكي؟ هذه مهمه كثير يا جماعه، قد يكون يعني قانون معين في بلد لا يسمح لك باقامه مشروعك، لكن بلد اخر ممكن يسمح لك، فبدك تتعرف على الاطار القانوني لاي فكره بزنس. طيب انهي هذه النقطه بموضوع الكومبتيتيف ادفانتج 51، ايش انا بقصد في الرقم هذا؟ يعني انت ما تكون اضافه زائده على السوق يا جماعه. انا نصيحتي لك، يعني كثير تصلني بعض النصائح،
أنا بدي أعمل منتج ولكن هناك كثير من سبقني إليه، بحكي لك إنه أرح نفسك وما تعمل هذا المنتج أو ما تبدأ بهذه الشركة، لأنه يا جماعة هذا مسميه يعني ممكن أحد أسباب فشل مشروعك. عشان هيك أنا بنصح، الله أكبر الله، فأنا بنصح يا جماعة كثير من الناس إذا أنت بدك تكون رقم 51 سوف يفشل مشروعك. عشان هيك أنا أنصحك إنه لو بدك تعمل فكرة بزنس أو تنشئها يجب عليك أن تتميز بميزة تنافسية. ما بينفع أي بزنس اليوم بدون ميزة يا جماعة. اليوم عندنا الكمبيتيتورز اليوم بشكل كثير وكبير جدا، اليوم آلاف الشركات وآلاف المنتجات، ادخل على أمازون وشوف آلاف المنتجات ومئات، تمام؟ يعني حتى أحد مشاكل الدروب شيبينج يا جماعة اليوم إنه المنافسة شديدة جدا وعلى أوجها، ويعني المنافسة بحدتها موجودة وين؟ على في السوق. عشان هيك بحكي لك اليوم قبل ما تفكر تعمل بزنس لازم تتميز بميزة تنافسية أساس تحارب من خلالها. ليش؟ لأن اليوم الشركات بالألاف وبالمئات تطرح المنتجات. إذا ما عندك شيء يميزك فللأسف أنا بحكي لك هذه أول بشريات الفشل في فكرة مشروعك، تمام؟ جماعة اللي على التليجرام الأشياء واضحة، في أي أسئلة يعني ممكن أنتم تشاركونا، هل هناك أي أسئلة وحتى من الإخوة اللي بتابعونا على الإنستغرام في سؤال في استفسار؟ حياك الله أستاذ فهد، شكرا لك شكرا لك جزيلا. طيب الأمور جميعها واضحة. الآن السلايد اللي بعد هيك أنا بدخل فيها في المحاضرة بيحكي لك ما هي أسباب فشل البزنس، ما هي أسباب فشل البزنس. ممكن ناخذ من الإخوة يعني إذا بتقترحوا ما هي أسباب الفشل للبزنس يعني شاركونا، يعني إحنا على منصة 10 minutes تليجرام اليوم. تعتقد ما يعني ماذا تعتقد ما هي أسباب اللي بتخلي البزنس يفشل في ضوء اللي هو العصر اللي احنا بنعيشه؟ مين يشاركنا؟ ما هي أسباب فشل البزنس؟ طيب خليني أنا أحكي بعض الأسباب، وإذا أحب أحد بده يضيف ممكن يضيف معنا. أحد أسباب الفشل يا جماعة اللي بتواجهنا وين؟ في ضوء السوق الأزرق. خلينا نأخذ يعني في جانب السوق الأزرق وماذا يتكلم في أسباب الفشل. أول حاجة بيحكي لك إنه المعرفة الإدراكية، للأسف إنه الكثير لا يعرف عن موضوع إنه مثلاً إنه والله أنا اليوم كموظفين أو كشركة إنه يقتصر تفكيره على موضوع إنه السوق التقليدي، ما بفكر إنه يجدد اليوم، ما في عنده فكرة أو ما في عنده معلومات إنه اليوم يفكر خارج الصندوق، إنه يفكر بشيء جديد، الاتيان بأشياء إبداعية، الاتيان بأشياء جديدة. هذا مهمة جدا إنه أنا عشان أنجح في فكرة بزنسي، إذا لازم إنه أنت حتى لو كان عندك شركة أو موظفين أو عقليتك يجب أن تدرك إنه اليوم التغيير مهم جدا. ممتاز يا إنجينير مصطفى، أهلا وسهلا بك. عدم وجود خطة، طبعا خطة خلينا أكمل عليها، يعني بزنس بلان هذه من الأساسيات، وإحنا حنتطرق إلى أحد أسباب الفشل هو خطة تسويق، يعني على مين؟ على الأونلاين. الأونلاين اليوم البلاتفورمز، يعني اليوم خطة التسويق، بقينا نحكي خطة تسويق تقليدية، اليوم مهم جدا إنه يكون عندك أونلاين بزنس بلان، تمام؟ أو الماركتينج بلان على الأونلاين. فبتكلم إنه معرفة إدراكية، يجب أن تدرك يا جماعة إنه اليوم التغيير ضروري، التجديد ضروري، تفكر خارج الصندوق مهم جدا، إنه تفكر بطريقة إبداعية شيء اليوم مهم جدا، تمام؟ هذا اللي بنسميه المعرفة الإدراكية. طيب اليوم في محدودية الموارد، اليوم لاحظوا أضرب لكم مثال على محدودية الموارد إن هي سبب برضو في فشل البزنس. كيف يعني؟ إنه اليوم تجد يا جماعة الكثير من الشركات لديها كفاءات، للأسف لديها نقص هذه الكفاءات، يعني ما عندهم المهارات اللازمة، ما بيطوروا أنفسهم، ما بيتعلموا الأشياء الجديدة، ما بيذهبوا مثلا إلى كورسات خارجية، بيدفعوا فلوس عشان يتعلموا. هذه مثلا يعني بنسميها نقص الكفاءات الإبداعية، تمام؟ هذه مشكلة كبيرة أيضا بتكون سبب في انهيار وفشل الشركات اليوم وعدم ابحارها في سوق أزرق جديد. أيضا
عدم تحرك اللاعبين الرئيسيين للتحرك بسرعة. يعني اليوم لاحظوا كل 3 أو 6 أشهر بيخرج جينيريشن جديد يا جماعة، جيل من المنتجات الجديدة، من الأوبشنز المعينة، من أشياء جديدة بتطلع لك في السوق، وإنت للأسف كشركة أو كبزنس مكانك. حتى أنا كبراندي اليوم أنا كثير دائما يعني عندي يعني بخصص أوقات يا جماعة مهمة جدا أدرس فيها يعني بعض المنافسين، وإنه أنا كيف أطور برضو نفسي، تمام؟ وإنه السوق اليوم الماركت كل يوم بيظهر حاجات جديدة، إذا أنا ما طورت نفسي ما اشتغلت عليها مع الأداء تبعي وعلى المنتجات وعلى الخدمات اللي بقدمها، للأسف أنت اليوم سوف يعني في طريقك إلى الانهيار. وأكبر مثال كان في العصر الحديث، لاحظوا شركة نوكيا يا جماعة، شركة نوكيا كانت تمتلك تقريبا يمكن من 40 ل 60% من حصة السوق العالمي من الأجهزة المحمولة. اليوم أنت للأسف راحت انتهت، يعني شرتها شركة مايكروسوفت وبتحاول انه هي تنعش هذه الشركة منتجاتها. ليش؟ لانهم كانوا يا جماعة عندهم مجلس ادارة للأسف لا يواكب الجديد ولا يواكب التكنولوجيا اللي بتصير والتطور الهائل والسريع جدا. اذا انت ما واكبته فانت سوف تندثر. اوكي، احكي عن نقطة رابعة من جهة وجهة نظر السوق الازرق، انه اصحاب المصلحة اليوم أصحاب المصالح ممكن يقفوا عائق في طريق تقدمك يا جماعة. لو أنت في شركة مثلا أو في بزنس، ممكن كثير من المدراء التنفيذيين أو مثلا حتى لاحظوا في الحكومات يا جماعة، الحكومات بتلاقي ناس مستفيدين، فبالتالي ما بده الحكومة هاي تروح، ما بده هذا الحزب الفلاني يروح، ما بده هذه الشركة تروح، ما بده هذه الإدارة تخلص، ما بده مجلس الإدارة هذا. ليش؟ لأنه هو مستفيد شخصي. فبالتالي هذا الكلام مهم جدا، انه انت ما يكون في تعارض بين المصالح الشخصيه والمصالح العامه الخاصه بالشركه، لانه هاي سبب تاخر كثير من تقدم الشركات. طيب انا حمشي بسرعه لاني ما بدي اطول عليكم بصراحه، تمام؟ في عندي 5 أسباب لفشل البزنس في العام 2022، انا بدي اذكرها على سبيل السرد السريع، ما بدي اتعمق فيها. اهلا وسهلا يا ميري، اهلا وسهلا بك. ما هي 5 أسباب للفشل يا جماعة؟ أول شيء بنقول إنه رواد الأعمال يفعلون كل شيء. للأسف إنه اليوم بتلاقي رواد الأعمال ما بحاول يستعين يا جماعة بأشخاص أو فريق يساعده، مثلا في التسويق، في التصميم، في مثلا في وضع بزنس بلان، في وضع فيزيبيليتي ستدي. للأسف يا جماعة أنا واحد بيحكي لي بدي أبدأ فكرة مشروع، بيحكي لي بدي أنا أستعين فيك، بقول له طيب يا أخي بدنا نعمل بزنس بلان، بزنس موديل، بدنا نعمل دراسة جدوى مبدئية نشتغل فيها، نعرف إنه هل هذا المنتج حينجح ولا لا، هل هذه الخدمة حتنجح ولا لا. فبنصحه يدفع على الأقل مثلا $200 $300 مثلا، أو حسب يعني قيمة المشروع، يعني قديش حجم المشروع السكيل الخاص به هو حيدفع. للأسف ما بيدفع شيء، وللأسف يعني بيذهب وينفذ فكرة المشروع يمكن $50,000 وما يعني بيبخل في دفع مثلا $1,000 أو $2,000 أو 3 على مين؟ دراسة جدوى أو بزنس بلان بتخليه جماعة يعرف مدى جدوى المشروع بده ينفذه. للأسف بيبخل في هذا الموضوع وبيخسر آلاف الدولارات مقابل انه بده يوفر 1000 او 2000 او $3,000 يا جماعه على انه يضع بزنس بلان، تمام؟ تعطيه معرفه تفصيليه ورائعه عن ثنايا وتفاصيل المشروع، وبالتالي هو يفهم المشروع قبل تنفيذه. عشان هيك انا بحكي الرود ماب يا جماعه، رود ماب مهمه جدا، بتعطيك في مخيلتك او في العقليه خارطه عن المشروع قبل التنفيذ، فبالتالي انت بتكون شايف مشروع قبل ما يتنفذ، مدى جدوى تنفيذه، شو ربحيته، شو العائد على المشروع، شو الريسك الموجودة. هذه التفاصيل انت بتعرفها من خلال مين؟ دراسة الجدوى او من خلال البزنس بلان، تمام؟ ايضا رواد الاعمال للأسف انه بيذهب الى استثمار اشياء غير ضرورية، يعني بيستثمر في امور كثيرة يا جماعة بتكون غير ضرورية في الوقت الحالي لنجاح البزنس الخاص به، فيستثمر هنا وهناك في اشياء لا تنفعه او في اشياء غير ضرورية له. وللأسف هذه أنا وقعت فيها، إني استثمرت في أشياء يا جماعة ما بتخدم يعني هدفي، ما بتخدم بزنس بشكل عام، فبالتالي هذه للأسف ما كنت أهتم فيها، وللأسف يعني نوعا ما خسرت في الاستثمار فيها. ليش؟ لأنه كانت استثمارات غير ضرورية، وهذا السبب الثاني من أسباب مين؟ فشل المشاريع. طيب نشوف السبب الثالث،
انه الخلط بين المالية والشؤون المالية للاحتياجات الشخصية والبزنس الخاص بك. للأسف يا جماعة أغلب رواد الأعمال بيبدأ ما في عنده يعني مرجع محاسبي دقيق، أو ما بكون عنده محاسب، أو ما بكون هو شاطر في الإدارة المالية، ما بكون شاطر في الإدارة المحاسبية. هذه جو مهمة جدا، لازم يكون عندك يعني خلينا نقول برنامج محاسبي، أو حتى برنامج محاسبي بشكل بسيط، على الأقل تعرف نفقاتك، إيراداتك، مصاريفك وإلى آخره، قديش تكلفة مشروع، قديش كلفك المشروع لحتى اللحظة، قديش إنه مثلا خسرت عليه وهكذا، تمام؟ وبنصحك ما تخلط، يعني خلي المال يعني خصص مثلا 10% من دخلك للبزنس، خلاص 10% هذول للبزنس. لو انت مثلا عندك راتب مثلا 5% وهكذا، خصص مبلغ معين او محدد للبزنس، وما تخليه انه عرضة لاحتياجاتك الشخصية. هذه سبب فشل كثير يا جماعة من البزنس. ايضا عدم وجود خطة تسويقية على الانترنت. انا بحكي يا جماعة اونلاين، ما بحكي عن الخطط التقليدية التسويقية. لازم اليوم وقبل بكرة تعمل خطة تسويقية أونلاين، تمام؟ مهم جدا. يعني أنا مثلا يا جماعة استعنت بأناس خبراء وديت بفلوس عشان يعملوا لي خطة تسويقية لكتابي، تمام؟ هذه مهمة. أنا يعني دفعت لناس إنهم يعملوا لي خطة تسويقية للكتاب الموجود بي الذي يباع على موقعي، اللي هو كيف تبدأ بزنس ناجح وفقا لطبعا مؤشرات مبادئ السوق الأزرق. اليوم انا استعنت بناس خبراء ودفعت لهم فلوس عشان اعمل خطة تسويقية اونلاين للكتاب. عشان هيك ادفع فلوس يا جماعة، يعني او حتى رتب خطة يعني بحسب يعني معرفتك انت وعلمك، تمام؟ ايضا نقطة خامسة، التقليل من الاسعار. لاحظوا يا جماعة كثير من الشركات بتبدأ بزنس خاص بها عشان هو بادئ جديد، فللأسف هو بيضع سياسة تسعير باخسة أو مبخسة أو يعني خلينا نقول بخيلة، تمام، في منتجاته. للأسف هذا يا جماعة مشكلة مهمة جدا في سياسة تسعير المنتجات، لأنه بيبدأ عشان هو بادي جديد وخايف وعظمه طري وأشياء زي هيك يا جماعة، فبتلاقيه بيضع من أسعار محدودة جدا لبزنسه. لا يا أخي ما بنفع. أنا بنصح من خلال تجربتي يا جماعة، حاول أنه أنت تضع يعني سعر مثالي ومرتب لمنتجك، يعني بحيث انه يكون فيه هامش ربح لو بسيط، تمام، هامش ربح بسيط لمنتجك، تمام، او اعلى بقليل على حسب، تمام. ف يعني ضروري جدا يكون في عندك ربح يا جماعه في البدايه، حتى لو في البدايه اربح في منتجك، ولكن خلي هامش ربحك بسيط. خلينا نقول لو انت يعني انت عندك جوده عاليه وحبيت انه تحط سعر عالي، اوكي فيش مشكله. لكن واحد بيقول لك انا والله لا انا حابب يعني اقلل من السعر، يعني انا بدي اكسب زبون واكسب كذا واكسب، بحكي لك يعني حاول انه انت تتبع استراتيجيه التخفيض او الخصم. يعني ثبت سعر منتجك مثلا خلينا نقول 10 دولار. اعمل مثلا يا اخي في عندك مواسم الاعياد، مواسم رمضان، عيد الاضحى مثلا، البلاك فرايديز مثلا، الامور هذه يا جماعه بتعمل فيها خصم لمنتجك. هنا انت حاول يعني تقلل من منتجك، يعني مثلا من 10 خلي 7 دولار، خلي 6 دولار. ليش؟ لانه في ايفنت، في مناسبة تقلل بها السعر. هذه مهمة كتير انه انا استثمرها، تمام؟ وهذا انا طبقت على يعني على المنتجات اللي عندي يا جماعة، تمام؟ الصورة اللي بعد هيك بتتكلم عن يعني مكعبات، ناس يعني بتدفع هذه المكعبات، لكن شخص آخر بيتميز بسوق أزرق، عنده فكر سوق أزرق. ماذا فعل؟ جاب يا جماعة المكعب وخلاه عبارة عن دائرة. فلاحظوا إيش صارت، إنه الدائرة أصبح إنه يدفع هذه الدائرة بشكل أسهل من مين؟ من الأشخاص اللي بيدفعوا الحجارة على شكل مكعبات. لاحظوا كيف إنه أنا هو يعني نظر لمين؟ للسوق الأحمر، فوجد أنه الشركات أو خلينا نقول الأشخاص بيدفع مكعبات من الحجر وبصعوبة جدا بالغة. هو ماذا فعل؟ ذهب وجعل أنه هناك دوائر لهذه المكعبات، عمل على شكل دائرة وأخذ يدفع بالدائرة بشكل يعني سلس وبسيط وسهل. هنا مين يعني إيش الميزة اللي بحكي عليه؟ أنه هو فكر بحل إبداعي، تمام؟ فكر بحل إبداعي أنه يعمل هذا المكعب على شكل دائرة ويدفعها بشكل سلس وبسيط وسهل. نيجي هنا لمفهوم الميزة التنافسية. الميزة التنافسية يعني كما تلاحظون
يا من تتابعونني، الميزة التنافسية تكلم عنها بورتر، بتكون يا إما في الكوست، في التكلفة، إنه أنت تقلل تكاليفك، أو بتكون إنه أنت تعلي مميزات المنتج بك الخاص بك. وهنا طبعاً اللي بده يشتغل على استراتيجية جماعة أقل تكلفة، هنا بتبنى الكوست ليدرشيب، إنه خلاص منتجه سعره وتكلفته قليلة، فبالتالي خلاص اعتمد هذه الاستراتيجية وبيجيب زباين وبيع في السوق وإلى آخره. لكن في قسم آخر بيقول لك لا، أنا عندي مواصفات عالية، خصائص عالية، منتج رائع ذو جودة عالية، بالتالي فسعره هو عالي. فهنا هذا انحكم لا الكوست ليدرشيب، وهذا انحكم لاستراتيجية مين؟ التميز. طبعا ماذا يقول السوق الأزرق في هذا النظر؟ طبعا هذا بورتر اقترح يا جماعة، بورتر اقترح الميزة التنافسية تعتمد على إما استراتيجية قيادة التكلفة أو اللي هي قيادة مين؟ التميز والتفرد. لكن السوق الأزرق بتكلم إنه لا، أنت اليوم بإمكانك إنه أنت تتميز وتتفرد بمنتجك أو بخدمتك، وكمان بإمكانك تقلل التكاليف. شوفوا روعة السوق الأزرق، إنه أنت يعني بترفع خلينا نقول الجودة العالية والخصائص والمميزات التنافسية الرائعة لمنتجك، أيضا وفي نفس الوقت بتقلل من التكلفة. شوفوا الموديل الرائع لمين؟ للسوق الأزرق، إنه قلل تكاليفك وفي نفس الوقت علا من جودة المنتج. تمام يا جماعة، هذه ميزة السوق الأزرق، وأنا ما بدي أحكي تفاصيل كثيرة جدا هذه الاستراتيجية ونظريتها، لكن من يعني اللي حابب يستفيد أكثر ممكن يعني يقتني الكتاب، فيه تفاصيل رائعة ومشوقة وبشكل بسيط وسهل جدا. طيب خليني أمشي الآن، كيف أنت بدك تصمم المنحنى التنافسي لبزنسك أو لفكرة مشروعك؟ بحكي لك في أربع مؤشرات. إيش الأربع مؤشرات؟ قلنا يا جماعة الاستبعاد، التقليص، الزيادة، الابتكار. وحكينا هنا الآن حنضرب أمثلة على الشركات العالمية كيف نجحت بالاعتماد على هذه المؤشرات. طبعا في عندنا سكسس ستوري اللي طبعا بدعوكم جماعة، المادة التدريبية موجودة حتكون إن شاء الله في الهايلايت في حساب 10 minutes يوسف، أيضا وفي قناة اليوتيوب 10 minutes، وأيضا على قناة تليجرام حتكون موجودة. ارفعوا هذه المادة التدريبية وحملوها وإقرأوها بتمام وبتفاصيل، حتنبسطوا عليها وحتمزمزوا عليها، لأنه هذا فكر جديد يا جماعة أنا بطرحه. طيب ماذا فعلت شركة دوبونت؟ شركة دوبونت هذه عالمية متخصصة في إنتاج المنتجات الزراعية ومنتجات الصويا. هذه جماعة فكرت خارج الصندوق. ماذا فعلت؟ لم تبقى مكتوفة الأيدي، ذهبت إلى غزو مساحة جديدة من السوق. كيف يعني غزو مساحة جديدة من السوق؟ مثيلاتها من الشركات رفضوا أنهم يذهبوا إلى سوق جديدة. لاحظوا يا جماعة البزنس مان يعني دائما لما بيغزو مساحة جديدة من السوق بيخافوا، بيكون في عندهم ريسك عالي إنه ممكن ما يشتريوش، ممكن ما ينجحش البزنس، ممكن عندهم ثقافة غير، ممكن وممكن كتير احتمالات سيناريوهات بتوقعوها أن تسبب فشل في هذا البزنس. لكن دوبونت ماذا فعل؟ تقبل المخاطر. وإحنا حكينا من أساسيات إنك تبحر في سوق أزرق، هناك يا جماعة بكون مخاطرة، في نسبة مخاطرة، لكن الديسيجن ميكر في السوق الأزرق بيحسب هذه المخاطرة. خلوا بالكم، هاي روعتها، إنه الديسيجن ميكر في السوق الأزرق بيحسب هذه المخاطرة وبيستجيب لهذه المخاطرة لو وقعت. هذه الروعة في الديسيجن ميكر في السوق الأزرق. فبالتالي هذه الشركة أبحرت في سوق أزرق جديد، وكانت إيراداتها 100 مليون دولار، وهذه تم يا جماعة تصنيفها ضمن أكثر 100 شركة من الشركات الابتكارية والمبدعة، ضمن طبعا قائمة الشركات العالمية 100 في عام 2017، يعني من ضمن أفضل 100 شركة مبتكرة في العالم، طبعا ضمن تصنيف قائمة شركة كلاريفيت أناليتكس. هذه اعتبرتها من الشركات الابتكارية. تمام، لو هي قلنا كانت تعتمد على الجديد في إنتاج منتجاتها. وأيضا قصة سكسس ستوري ثانية، طبعا يا جماعة أنا قصة النجاح الأولى أوردتها بكثير من التفاصيل، أنا أوردت نبذة عنها وتفاصيل عنها وكيف هي نجحت وكيف هي غزت السوق الأفريقية وشو منتجاتها وكيف هي نجحت وإيش النموذج البزنس الخاص بها، هذا كله موجود في الكتاب. تمام، اللي بحب طبعا يتعرف على التفاصيل أكثر يذهب ويقتني الكتاب على الموقع. طيب نشوف سيرك الشمس الكندي. سيرك الشمس الكندي يا جماعة بلغت إيراداته السنوية 800 مليون دولار. تمام، لأنه اعتمد موضوع السوق الأزرق. طيب إيش هو اعتمد يا جماعة؟ خلينا باختصار سريع،
هذا اعتمد على انه طبق الاربع مؤشرات، الزياده والابتكار والتقليص وايضا الاستبعاد. ماذا فعل؟ استبعد مناظر او الاحداث الاكشنز اللي فيها خطر، يعني كيف عروض الاسود، عروض المهرجين اللي فيها ضحك كثير، الاسود اللي فيها مخاطره، هذه استبعدها هذا السيرك يا جماعه. النقطه الثانيه ماذا فعل؟ استبعد ايضا قلل من العرض ضمن مساحات متعدده، وهو كمان يعني اعتمد مساحه واحده للعرض، هذه بنسميها عنصر الزياده. ايش هو زاد؟ انه ابتكر، مش ابتكر يا جماعه، زود عنصر انه عمل مساحه واحده للعرض متميزه ورائعه، تمام؟ هذا ايضا اشتغل عليها. طيب في عنصر الاخر اللي هو خلينا نقول التقليص، زي ما حكينا استبعد اللي فيها مرح كثير ومزاح كثير وايضا ضحك كثير، وايضا جلب محل هذه العناصر في عنصر الابتكار. عنصر الابتكار ماذا فعل؟ انه يا جماعه ذهب الى المسرح، يعني ذهب الى صناعات بديله الى المسرح، والى مين ايضا؟ والى مسارح العرض الاستعراضيه اللي فيها باليه وفيها رقص وفيها موسيقى، ذهب اليها وجاب منها بعض او جلب منها منتجاتها اللي هي الغناء، العرض الباليه، الفنون والموسيقى، وبدا هو يشتغل عليها ويعرضها وين؟ في السيرك الخاص به. طبعا يا جماعه ما يميز هذا السيرك انه هذه المنتجات غير موجوده وين؟ في صناعه السيرك العالمي، تمام؟ مش متعودين عليها، هو ادخلها بشكل جديد، وهذه نسميه الابتكار او الكرياتيفيتي في موضوع السوق الازرق، تمام؟ وهذا صورة لمين؟ لجيلا ليبرتي، هذا في العام 2018 بلغت ثروته يا جماعة مليار و370 مليون دولار، هو صاحب سيرك الشمس الكندي، لأنه تبنى، طبعا هذا السيرك الشمس الكندي كان عبارة عن مجموعة من مين يا جماعة؟ يعني هواة الشوارع، يعني كانوا يعملوا استعراضات في الشوارع، وبعد ذلك لما تبنوا هذه الاستراتيجية شوفوا كيف نجحوا نجاح بارع وباهر. طبعا في صور ومنحنيات تنافسيه انا موجوده في الماده التدريبيه يا جماعه، ممكن انت تستانس بها في الماده التدريبيه، موجوده ان شاء الله انا حرفعها على كل السوشيال ميديا الخاصه بي. طبعا هذه ماده تدريبيه مجانيه، يعني لا ابتغي الا وجه الله، وان تكون صدقه فدعوه في ظهر الغيب، انه احنا يعني نكسب دعائكم يا جماعه. طبعا ساوث ويست ايرلاينز شركة الطيران هذه يا جماعة اللي أبحرت أيضا في سوق أزرق، هذه ماذا فعلت؟ أضرب لكم مثال وأنتم بعد ذلك أدرسوا المنحنى الخاص بها. طبعا هذه فيها تفاصيل كثيرة في الكتاب، لكن أنا في المادة التدريبية ما بقدر أفصل فيها بشكل كبير. ملاحظين شو فعلت يا جماعة؟ ذهبت إلى قطاع النقل البري وأخذت منه بعض العناصر التنافسية واشتغلت عليها في مين؟ في المنحنى التنافسي الخاص بها. طبعا شركات الطيران كلهم نايمين نايمين ما بيفكروا زي ما هم تقليديين، بس هذه الشركة يا جماعة ذهبت إلى قطاع النقل البري وأخذت منه بعض العناصر التنافسية وحورتها وطورتها واشتغلت عليها وجعلتها ضمن المنحنى التنافسي أو البزنس موديل الخاص بها. عشان هيك حياك الله يا باشمهندس مصطفى، الله يجزيك الخير، وهي أحلى لايك لك هو يعني ويجزاك الله خير يعني. طيب ماذا فعلت يا جماعة؟ الآن شركات قطاع النقل البري بتميزوا بتذاكر منخفضة السعر. مباشرة أخذت يا جماعة هذه شركة طيران ساوث إسلام الميزة هذه وأوجدتها، ذهبت وقللت من أسعار التذاكر. طبعا أنتم عارفين شركات الطيران دائما تذاكرها مرتفعة الثمن، هي ذهبت ماذا فعلت في المنحنى التنافسي؟ إذا لاحظتوا معايا المنحنى اللي بشارك معايا وفتح الدورة أو المادة التدريبية، حيلاحظ أنه السعر الخاص بهذه الشركة أقل من سعر مين يا جماعة؟ أقل من سعر شركات الطيران التقليدية، تمام؟ عفوا على الانقطاع. فبنحكي أنه السعر طلع جعلوا أقل يا جماعة من أسعار تذاكر الطيران العالمية، وأيضا ماذا فعل؟ وجبات، لاحظوا وجبات الضيافة في قطاع النقل البري إنها منخفضة، فماذا فعلوا؟ ذهبوا وقللوا من هذا العنصر أيضا في مين؟
في الخدمة اللي بيقدموها كوجبة الضيافة. لاحظوا أنتم وجبات الضيافة في شركات طيران عالمية سعرها عالي جدا. هم ذهبوا إيش يا جماعة؟ قللوا هذه أسعار الوجبات. مين؟ استأنسوا بالمنحنى التنافسي الخاص بمين؟ بقطاع النقل البري. نقلوا هذه التجربة إليهم. هنا حلاوة هذا الموضوع إنهم ماذا فعلوا؟ إنهم قللوا أسعارهم التذاكر. فهنا أنا لما بجد نفسي إنه أنا كزبون والله في سعر تذكرة منخفض، فبالتالي بذهب إلى هذه الشركة. طيب، وهم ماذا فعلوا؟ عندهم كان رحلات يا جماعة، أخذوا أيضا ميزة الرحلات المتكررة في قطاع النقل البري. أنت بتجد مين؟ السيارات، يعني دائما نقل سريع ومتكرر، نقل سريع ومتكرر. نقلوا هذه التجربة والميزة إلى مين؟ إلى الكيرف الخاص بهم، إلى المنحنى التنافسي الخاص بمين؟ بشركة ساوث إيست لاين. فهنا شوفوا كيف فكروا خارج الصندوق، وأصبح عندهم مين يا جماعة؟ روعة في المنحنى التنافسي. وخلينا أحكي عن ميزة هم ابتكروها، اللي هي أيضا العلاقات الودية مع الزبائن. هذه أوجدوها، هذه غير موجودة كانت عند شركة الطيران العالمي. هم ماذا؟ طبعا من مظاهر هذه يعني الميزة اللي أضافوها، كانوا يا جماعة يجيبوا فرق من عالم ديزني، عالم ديزني، ويجيبوا هذه الفرق ويدخلوا في الطائرة ويتفاعلوا مع المسافرين ويضحكوهم ويكسروا حاجز الخوف اللي عندهم. أنتم بتلاحظوا كيف بتميزوا المسافرين، دائما عندهم خوف ورهبة من مين؟ من ركوب الطائرات. لكن هم كانوا ماذا يفعلوا ساوث إيست لاين؟ كانوا يجيبوا فرق من عالم ديزني ويكسروا حاجز الخوف وحاجز الرعب اللي هو موجود عند مين؟ عند المسافرين. فأنشأوا علاقة ودية رائعة ومرتبة كمان مع مين؟ مع الزبائن. خلتهم عندهم ولاء وإخلاص للشركة. كل ما في عملية سفر يفكر فيها الزبون يذهب إلى مين؟ مباشرة إلى ساوث إيست لاين. وهذه هي روعة البزنس، إنه يكون إنك تبدع بأفكار إنه أنت تربط فيها الزبائن في مين؟ في منتجاتك وفي خدماتك. أوكي؟ بتمنى تكون إن شاء الله الأفكار واضحة، وأنا في بعض صور أدرجتها. وهنا بتكلم يا جماعة عن شركة نابي للحافلات. كيف شركة نابي أبدعت وأبحرت في سوق أزرق جديد من خلال الديزاين؟ اشتغلوا يا جماعة على الديزاين، موضوع الديزاين وتصميم الباصات الخاصة بها. اشتغلوا على المادة التي تصنع منها الباصات أيضا، اشتغلوا على المادة اللي هي مسميها المادة الفايبر جلاس، اشتغلوا عليها مادة يعني كان تكلفة صيانتها قليلة. ليش؟ لأنهم هذولا درسوا يا جماعة المشاكل اللي بيعانوا منها مين؟ المستهلكين. وجدوا أنه البلديات بتحب تقتني الباصات ذات الصيانة اللي تكلفتها قليلة، فهم وجدوا المشكلة عند مين؟ عند البلديات، إنها بتعاني من هيك مشكلة، فحاولوا إبعادها من خلال أنهم أدخلوا مادة أو رو ماتيريال، مادة أنهم يصنعوا باصات منها اللي هي تكلفة صيانتها قليلة. فبالتالي من خلال هذه الأفكار أبحروا في سوق أزرق جديد. طبعا وفي صور أنا أشركتها لهذه الباصات. طبعا هيك أنا يا جماعة انهيت المحاضرة الثانية من الكورس المجاني. بتمنى يكون إن شاء الله هذا الكورس نال إعجابكم. وإحنا إن شاء الله يا جماعة اللي ما شاهد على الانستجرام الحلقة الأولى والمحاضرة الأولى يذهب إلى قناة تنمنس، في اللي حيجد الحلقة مرفوعة على قناة تنمنس إن شاء الله. شاهدوا هذه الحلقة، مهم جدا تشاهدوها المحاضرة الأولى. وبذكركم يا جماعة أنه في عنا منتجات رقمية ذات تكلفة قليلة، البرنامج الخاص بتطوير الذات تكلفته يا جماعة يعني بسيطة ورمزية، موجودة على موقع الإلكتروني أيضا معلومات عنه. أيضا عندي المنتج الرقمي اللي هو خاص بالبلو أوشن استراتيجي، كيف تبدأ بزنس ناجح وفقا لمؤشرات ومبادئ وتحركات السوق الأزرق. حاول تقتني هذا الكتاب، أيضا موجود الكتاب على الموقع. لو حبيتوا أي سؤال على دايركت مسج أنا جاهز. بتمنى تكون إن شاء الله أفدتكم بشكل كبير، وبتمنى تكون هذه المحاضرة نالت إعجابكم. وأنا بأسف يا جماعة على التأخير، أنا تأخرت في موعد المحاضرة، فعشان هيك يمكن لم يسعف الكثيرين أنهم يلتحقوا بنا. فأشكركم المتابعة وشكرا جزيلا للمستمعين. وما بعرف قبل ما ننهي لقائي إذا هناك أي أحد له سؤال سواء على قناة التليجرام أو على الإنستغرام. هل هناك سؤال قبل أن أنهي هذا هذه المحاضرة؟ ما في أي سؤال. طيب أنا الآن مضطر إنهاء هذه المحاضرة، ما في أسئلة. إن شاء الله بتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله يعني ما تنسوا طبعا تشاركوا دائما محاضراتنا، تعجبوا فيديوهاتنا، تشجعونا على الاستمرار يا جماعة.
ودعوة في ظهر الغيب، يعني لعلها تصيبنا بخير كبير بإذن الله تعالى. بشكركم للمتابعة، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.